السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحبتي. وصفتنا لهذا اليوم طبخة عراقية سهلة جدا ولذيذة في نفس الوقت، ويمكنكم تجهيزها بأقل التكاليف والمكونات الموجودة والمتوفرة لديكم في المنزل. سوف تعجبكم الطبخة بإذن الله. ولا تنسوا قبل البدء بتجهيزها الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب. ولاستفساراتكم الجميلة اتركوا لي تعليقاتكم وسأجيب عليها بكل سرور. نبدأ بتجهيز وصفتنا بسم الله. في البداية نجهز الخضار ونغسلها جيدا، ثم نقوم بتقشيرها. أولا البطاطا، نحتاج إلى 2 حبة بطاطا متوسطة تقطع على شكل حلقات، ثم نقليها جيدا بالزيت، يكون هذا لونها الذهبي. وبعد أن ننتهي من البطاطا نبدأ بقلي الباذنجان. بالنسبة لقلي الباذنجان يمكنكم التحكم بلونه حسب رغبتكم. بعد أن ننتهي من قلي الباذنجان كليا، وبعدها نقلي البصل والفلفل وأي نوع خضار آخر، ثم نبدأ بتجهيز الصلصة. نحتاج إلى 2 ملعقة من الزيت، نضيف لها 2 ملعقة من معجون الطماطم أو صلصة الطماطم الجاهزة، وبعد ذلك نضيف له 3 أكواب من مرق الدجاج أو الماء مضاف له مكعب ماجي حسب ما متوفر لديكم. نخلط المكونات جيدا على النار ونتركها حتى تغلي. نقوم بإضافة 0.5 ملعقة من الكمون و1 ملعقة من البابريكا الباردة، وبعد ذلك 0.5 ملعقة من الفلفل الأسود، بالإضافة إلى رشة ملح بسيطة. ثم نخلط المكونات ونتركها حتى تغلي كليا. بعدها نقوم بإضافة 3 أكواب من الرز المغسول والمنقوع لمدة 0.5 ساعة. استخدمت رز محمود. نغطي الوعاء ونتركه على النار حتى ينضج كليا. هذه هي مكونات الحشوة للمقلوبة: الدجاج والبصل المقلي، الطماطم لم أقم بقليها، بالإضافة إلى البطاطا والباذنجان والفلفل الحلقات. الرز أصبح جاهز لدينا الآن. لاحظوا كيف تكون حباته متناثرة وغير ملتصقة مع بعضها. نجهز قدر آخر أو وعاء عميق، نقوم بوضع الزيت فيه، ثم نقوم بصف حلقات الطماطم في أسفل الوعاء. وبعد أن ننتهي من الطماطم نقوم بوضع الدجاج. لقد قمت بخلي عظام الدجاج بهذه الطريقة. يمكنكم استخدام اللحم أو يمكنكم استخدام المقلوبة بدون إضافة أي نوع من أنواع اللحم. نصف الدجاج جيدا بهذه الطريقة، وبعد ذلك نقوم بوضع البطاطا. يمكنكم ترتيب الخضار تباعا، أولا البطاطا وثم الباذنجان، أو البطاطا وأي نوع آخر من الخضار المقلية. بعد انتهينا من وضع البطاطا نقوم بوضع حلقات من الفلفل الأخضر المقلية. وبعد أن ننتهي من وضع حلقات الفلفل نقوم بوضع حلقات البصل المقلية. هذا لون البصل. ننتهي منها كليا. هناك بعض الطباخين يقومون بصنع البصل على شكل شرحات، لكن يفضل في المقلوبة أن يكون البصل عبارة عن حلقات. بعد أن انتهينا من صفه كليا نقوم بوضع الباذنجان. تكون حلقات الباذنجان عبارة عن 2 طبقات، الطبقة الأولى ثم توضع فوقها الطبقة الثانية، وهكذا حتى ينتهي مقدار الخضار المقلية لدينا كليا. بصراحة لم أقم بقلي الطماطم وفضلت وضعها في أسفل القدر على الزيت، لأنها سوف تطبخ بهذه الطريقة. بعد أن انتهينا من وضع الطبقة الثانية من الباذنجان الآن المرحلة الأخيرة، وهي وضع الرز فوق المكونات كلها. بالنسبة للرز الأحمر يمكنكم الاستغناء عنه وعدم وضع صلصة الطماطم أو المعجون، ويمكنكم طبخه باللون الاعتيادي للرز. نبدأ بوضع القليل من الرز فوق الخضار بهذه الطريقة أولا، أي أن نقوم بنثره جيدا فوق الخضار بهذه الطريقة حتى ينتهي مقدار الرز لدينا، أو تأخذون منه كفايتكم. وبعد أن ننتهي منه نقوم برصه جيدا والضغط عليه بهذه الطريقة حتى يصبح عبارة عن قطعة واحدة ومتماسكة. نستمر بالضغط عليه هكذا حتى يتساوى سطحه من جميع الجهات. هذه الخطوة ضرورية في نجاح المقلوبة. بعد ذلك نقوم بوضعه على نار هادئة ونغطيه حتى ينضج كليا.
يبقى على النار لمدة 10 دقائق تقريبا، وبعد ذلك نطفئ النار ونضع عليه طبق كبير أو صينية أو أي شيء متوفر لديكم، ثم نقلب القدر هكذا. لا نرفع القدر مباشرة عن الطبق، وإنما ننتظر دقيقتين وبعد ذلك نرفعه. سوف تلاحظون جمال هذه الوصفة وروعتها. أخيرا المقلوبة السحرية جاهزة لدينا. لم تتغير حبات الخضار الموجودة ولم تتلف نهائيا. الطماطم مطبوخة بطريقة جيدة ورائعة جدا، وباقي الخضار مرتبة. لاحظوا إلى اللون الذهبي الذي اكتسبه الدجاج، لم أقم بقليه بصراحة. هذه هي أسهل طريقة في عمل المقلوبة وهي رائعة جدا، وكما ذكرت لكم يمكنكم طبخ الرز باللون الأبيض وليس الأحمر، ويمكنكم استبدال الدجاج باللحم، أو يمكنكم صنعها بالخضار فقط. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بمشاهدة هذا الفيديو، ولا تنسونا من صالح دعائكم. انتظروني في فيديو قادم بإذن الله.